تعلمه. مباراة تقريبا هي نهاية الموسم، شبيبة القبائل التي لم تحقق أهداف هذا الموسم بدأت تفكر في قدم المواعيد، انهزمت بهدفين مقابل صفر ببيدانا، مباراة لم تكن من دونضت، خاصة وكما قلت بأن شبيبة القبائل بدأت تفكر في مدرب جديد في الاستقدامات، لذلك المباراة لم يحضرها الجمهور كالعادة، هدفين فقط.